بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل وقت ونفس عدد، وفي كل لحظة وقت ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، في كتاب سنن أبي داود رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه في الدارين آمين. الفصل الأول، الكتاب الأول، كتاب الطهارة، الباب 22 بعد 100. باب ما جاء في وقت النفاس. والنفاس هو الدم الخارج من فرج المرأة بعد الولادة أو السقط، يسمى النفاس، وأحيانا يطلق النفاس أيضا على الحيض على سبيل التوسع. يعني أحيانا يقول المرأة أنا فستي، يعني أحبتي، يعني أحيانا يطلق النفاس ويقصد به الحيض، أو مطلق ما يخرج من دم المرأة، من فرج المرأة. والغالب أنه يطلق على ما يخرج من فرج المرأة عقب ولادة أو سقط، أقله لحظة، أقل النفاس لحظة. كانت ستنا فاطمة النبوية تلد وتغتسل وتصلي، لحظة، أقل النفاس لحظة، وأكثره 60 يوما، وغالبه 40 يوما. غالب النفاس في النساء، معظم النساء تلاقي مثلا 80% 90% من النساء 40 يوم نفاس، لكن بعض النساء نفاسها يطول شوية إلى 60 يوم أو 50 يوم، المهم ما يزيدش عن 60. وبعض النساء نفاسهم لحظة، فإن زاد عن 60 يوما استحاضة. نرجع لأحكام الاستحاضة، يبقى استمر الدم بعد 60 تغتسل وتصلي مستحاضة، واضح؟ أقل الحيض يوم وليلة، فإن رأت نقطة دم تمتنع عن الصلاة يوم وليلة، إن رأت نقطة دم في وقت احتمال الحيض، يعني بعد 15 يوما من الطهر، فإن أقل الطهر 15 يوما، فإن رأت المرأة نقطة من الدم خرجت من فرجها بعد 15 يوما من الطهر، لأن لو رأت نقطة دم قبل 15 يوما من الطهر يبقى لسه طاهر وده استحاضة، واضح؟ لكن لو رأت نقطة دم بعد 15 يوما من الطهر تمسك عن الصلاة وعن الصوم 24 يوم، 24 ساعة، يعني يوم وليلة. فإن تكرر النزول في اليوم والليلة يبقى ضحيض، وإن لم ينزل شيء عليها إعادة اليوم، صلوات اليوم، ويبقى ده استحاضة، واضح؟ فهمت الطريقة؟ أقل الحيض يوم وليلة، فإن رأت نقطة دم وقت احتمال نزول الحيض أي بعد 15 يوما من الطهر فأكثر، تمسك عن الصوم والصلاة ولا يجامعها زوجها يوم وليلة. فإن تكرر النزول كان حيضا، وإن لم يتكرر كان عرضا استحاضة، وعليها أن تقضي صلوات اليوم. أغلب الحيض 15 يوم، يبقى أقل يوم وليلة، يبقى لو رأت الدم أقل من يوم وليلة يبقى ده مش حيض، لازم 24 ساعة، واضح؟ وأكثره 15 يوما، فإن زاد عن 15 يوما استحاض تغتسل وتصلي، غالبه 6 إلى 7 أيام، غالب الحيض 6 إلى 7 أسابيع. معظم النساء تلاقيه حيضهم أسبوع أو أقل قليل، بعض النساء حيضهم يوم وليلة بس،
بعض النساء 3 ايام، يومين، 5، 6، 7، 8، 9، اي عدد. كل واحده تختلف، وعاده المراه قد تتغير. عاده المراه قد تتغير، تركب لوب، تاخد اقراص من الحمل، تضعف شويه، ترهق شويه، تقوم ايه عادتها تتغير قدرا ووقتا. واضح؟ فالعاده قد تتغير. هنا في النفاس، باب ما جاء في وقت النفساء، وعنه به قال باسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير لسيدنا الامام سليمان بن الاشعث السجستاني المشهور بابي داود في سننه يقول: حدثنا احمد بن يونس قال اخبرنا زهير قال حدثنا علي بن عبد الاعلى عن ابي سهل عن مسك عن ام سلمه رضي الله عنها قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة. يبقى ده غالب النفاس هو 40 يوما أو 40 ليلة. وكنا نطلي على وجوهنا الورسة، يعني من الكلف. الكلف تلاقي بعض النساء الحوامل يجي لهم سواد في الخدود والوجه في أثناء الحمل، يحصل كده غمقان في الوجه، في الوجنات وفي الجبهة وهي حامل، فقط بعد ما تلد يختفي، ترجع لبشرتها العامة. السواد اللي بيعلو الوجه ده أثناء الحمل يسموه كلف. كويس؟ يسموه إيه؟ كلف. يبقى الكلف هو سواد يعلو على بشرة الوجه أثناء الحمل عند بعض النساء وليس كل النساء. فكانت المرأة علشان تخبي السواد ده تعمل ايه؟ بيحطوا البودرة البيضة دلوقتي كده، مش كده؟ يبيضوا وشهم بودرة كده ومكياج وحاجات من ده. المكياج أيام الصحابة بقى كان ايه اسمه؟ الورس. يبقى الورس شيء يصبغ به الوجه لتخبئة الكلف. احنا نسميه دلوقتي بلغة المصريين يقول لك بيحط أحمر وأبيض. بلغة العوام المصريين يقول لك حط احمر وابيض. بلغه يعني المثقفين شويه يعني كده يقول لك عامله مكياج. كويس؟ يبقى ستنا ام سلمه امنا رضي الله عنها وارضاها كانت بتقول: وكنا نطلي على وجوهنا الورس. هو الورس اصلا نبات بيصبغ به الحرير. الورس اصلا نبات يصبغ به الحرير. ياخدوا منه بعض الصبغات يعملوها مكياج للستات كمان. لكن هو اصلا كان يصبغ به ثياب الحرير. واضح؟ ده الورس. وكنا نطلي على وجوهنا الورس، يعني من الكلف. وعن ابي قال: حدثنا الحسن بن يحيى قال اخبرنا محمد بن حاتم يعني حبي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن نافع عن كثير بن زياد قال حدثتني الأزدية يعني مسة قالت: حججت فدخلت على أم سلمة فقلت: يا أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، إن سمرة ابن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض. يعني سمرة ابن جندب كان بيفتي الستات يقول لهم زي ما بتقضوا الصوم بتقضوا الصلاة. كويس؟ فراحت تشتكي ستنا أم سلمة فقالت: لا يقضين، ما عليهمش قضاء الصلاة. كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. قال محمد يعني ابن حاتم: واسمها مسة، مسة تكنى أم بسة. قال أبو داود: كثير بن زياد كنيته أبو سهل. باب الاغتسال من الحيض. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن، احنا قايلين ان موجبات الغسل الحيض والنفاس والولادة في النساء، والنساء والرجال خروج المني والإيلاج يعني التقاء الختانين والموت. يبقى عندنا 6 حاجات يوجبوا الغسل.
باب الاغتسال من الحيض. وعن ابي قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمه يعني ابن الفضل قال اخبرنا محمد يعني ابن اسحاق عن سليمان بن سحيم عن اميه بنت ابي الصلت عن امراه من بني غفار قد سماها لي قالت اردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حطيبه رحله. كانت لسه عيله صغيره كده عندها بتاع 9 سنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قعدها على مؤخر الرحل بتاع الناقه بتاعته وهو مسافرين، ركبها ورا عيله بقى على ورا كويس، حقيبه الرحل اللي هي مؤخر الرحل، مؤخر الرحل، والرحل اللي هو ما يوضع على ظهر الجمل يركب فيه الراكب، بيبقى مؤخرته كده حته خشبه طالعه كده، هو قاعد على حته الخشبه زي كرسي كويس. أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله قالت فوالله لم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصبح. كان يحب يسافر النبي بالليل كتير، يمشي بالليل كتير لحد قرب الفجر مسافرين وهي قاعدة على حقيبة الرحل، فأناخ، نزلوا بقى الصبح عشان يصلوا الصبح ويستريحوا، فأناخ ونزلت عن حقيبة رحله فإذا بها دم مني. فجأة لقيت ايه؟ في دم على الحقيبه بتاعت الرحل، أول مرة جه لها الحيض. أول مرة. لسه عيلة صغيرة. قاعدة طول الليل طبعا الجمل يهزها لحد ايه؟ ما نزل الدم. إيه؟ لما نزلت بصت لقيت ايه على حقيبة الرحل أثر دم. فإذا بها دم مني فكانت أول حيضة حطها. أول حيضة حطها يبقى كان عمرها 9 سنين، من الرواية تعرف لأن أقل زمن الحيض 9 سنوات، فإن رأت الدم قبل 9 سنوات استحاض، واضح؟ يبقى دم مرض، نوديها تتعالج، نوديها للدكتور. عيلة عندها 4 سنين وجابت دم من فرجها، نوديها للدكتور تتعالج، ده مرض. لكن 9 سنين فما زالت رأت الدم تبقى سليمة، أمها تعلمها إزاي تعمل في الحيض، تروحش للدكتور ولا حاجة، طبيعية مش كده برضه، لأن الحيض دم صحة والاستحاضة دم مرض. فكانت أول حيضة حطها قالت فتقبضت إلى الناقة واستحييت، راحت نطت على الناقة وقعدت تخبي الدم مكسوف لحسن حد يشوف الدم، فتقبضت على الناقة يعني إيه؟ وثبت عليها كويس. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي ورأى الدم قال ما لك لعلك نفستي. هنا نفستي بمعنى حبتي مش كده برضه؟ ما لك لعلك نفستي. قلت نعم. قال فأصلحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم عشان تطهرها. تملي المية لما يتحط فيها نقطة ملح بسيط تذوب الدم. عشان كده لحد دلوقتي حتى احنا كأطباء لما يجي على ثوبنا نقطة دم نعمل ايه؟ نغسلها بصلاين. صلاين ده سائل بنديه للمرضى في الوريد، بيبقى 9 من 10% عيالي يعني فيه ملح، هو ده بقى يذوب الدم. لكن لو جبت المية العادية من الحنفية تحاول تلاقي الدم ايه؟ يسيب وقع. ودي برضو من الاعجاز العلمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في السنه الشريفه. قال لها نقطه ملح تحطي شويه ميه تغسل اللي اثر الدم يروح الدم. حاجه بسيطه. شوف النبي يعلم الامور العميقه بالفاظ اللطيفه سهله، لانه هو اصله مش مدرس علوم ولا هو عالم في العلوم ولا الكيمياء، لكن هو عالم في كل شيء صلى الله عليه وسلم، فيقول الامور ببساطه. العلوم بقى العلماء يقعدوا بقى ينقبوا، يقوموا يفاجئوا باعجازات في ايه؟ في بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خذي اناء من ماء فاطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما اصاب الحقيبه من الدم ثم عودي لمركبك. يبقى اصلحي من شانك يعني تتحفظ، تحط حفاضه عشان تقابل الدم، ويعني تنظف مكان الدم اللي جه على الحقيبه عشان تطهرها.
قالت فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر رضخ لنا من الفيء. رضخ لنا يعني لأهل غفار، هي كانت من قبيلة غفار. رضخ لنا أي أعطى لنا مالا على سبيل الإحسان. رضخ لنا يعني تعطي مالا لا على سبيل الاستحقاق بل على سبيل الإحسان. الزكاة ما تقولش عليها رضخ، لأن الزكاة حق الفقير، واضح؟ إنما رضخ يعني مطلق صدقة على سبيل الإحسان بس. يبقى رضخ لنا يعني أعطى لنا على سبيل الإحسان لا على سبيل الاستحقاق. والرضخ من الخصال الموجبة للجنة في 40 خصلة، أعلاها منيحة العنز، من فعل واحدة منهن تصديق موعودها أدخله الله الجنة. حديث مشهور في البخاري معروف، من ضمن خصال 40 دي اللي هي الرضخ، إن الإنسان كل ما يجيله نعمة يطلع منها جزء، مش نصاب زكاة ولا حاجة، ده من باب أحسن كما أحسن الله إليك. يعني أنت بتروح تقبض مثلا من موظف الخزنة، الموظف بيديك فلوس، سيب له حاجة يعني، سيب له 5 جنيه 10 جنيه، رضخ، لأن جت النعمة على إيده، مش كده برضه؟ فكل ما يجي لك نعمة على إيد واحد تقوم إيه تطلع منها حاجة، ده اسمه إيه؟ الرضخ، وهو من الخصال الموجبة للجنة. الناس مش فاهمه، تيجي تقول لبعض الاطباء كده وانت بتقبض، يا اخي سيب للراجل بتاع الخزنه حاجه، يقول لك رشوه. لا رشوه ايه يا عم؟ تقيل يا اخي. هو هيقبضك هيقبضك وهيديك فوق حقك. رشوه يعني لما تدفع مال عشان تاخد فوق حقك. لكن هو تكبد المشاق وراح جاب الفلوس من البنك وتحمل مخاطر انه يشيلها في بلد مليانه حراميه، ممكن تتسرق منه الشنطه. يعني تحمل المخاطر. وبعدين جالك لحدك في مكان عملك وادالك الفلوس، مش دي كويس مجهود؟ يقول لك اصل وظيفته كده. ايوه وظيفته كده، لكن احنا المطلوب اننا يبقى عندنا احسان بعضنا البعض، يبقى عندنا كده شفقه على بعضنا البعض. هو وظيفته كل حاجه لكنه برضه هو احسننا، وانا بديها له محبه مش بديها له عشان يديني حاجه فوق حقي، او هو امتنع عن انه يقبضني لحد ما اديله، ما حصلش. يبقى فين الرشوه اللي فيه؟ مش رشوة خالص، دي اسمها رضخ، وهي من الخصال الموجبة للجنة. وانت طالع كده من الخزنة قابلت التمرجي تديله 5 جنيه، ده جنيه، ده 3 جنيه، عامل الاسانسير، اسمه رضخ، لسه قابض بقى، وهكذا. الحاجات دي كلها من الخصال الموجبة للجنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كثيرا مثل هذه الاشياء وعلم الناس هذه الاشياء، حتى احنا اتولدنا لقينا ابائنا بيعملوا كده، اجدادنا يعملوا كده عادي، طالما ما يجيله خير يروح يطلع عليه، مش كده برضو؟ احسن كما احسن الله لك. هنا برضو الرسول صلى الله عليه وسلم ادى لغفار ايه، وهي قبيله جايه اسلمت، وبعد فتح خيبر وكانت قبيله فقراء، وفتح خيبر كان فيها اموال كتيره، النبي صلى الله عليه وسلم ايه رضخ لهم يعني اداهم، مع ان هم ما كانوش غانمين ولا من ضمن اللي فتحوا، واخد بالك ازاي؟ يعني مش مستحقين، لا اداهم وهم لا يستحقوا من باب الاحسان. فالرضخ شيء مهم الواحد ياخد باله منه، وهي من الخصال اليسيرة السهلة وتدخلك الجنة ببساطة. فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ لنا من الفيء، قالت وكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طهورها ملحا. ولما تيجي برضو تغسل أثر الدم باستمرار بقى اتعلمت من النبي، حتى لما كبرت بقى ست كبيرة كده برضو كل ما تلاقي دم تروح حاطة شوية ملح تنظف. وكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طهورها ملحا، وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت. طبعا إيه نفهم من هنا؟ أنه قدر من الملح ضئيل لا يغير صفة من صفات الماء، يعني لا يغير طعمه ولا لونه ولا ريحه عشان لا يفقد طهريته، واضح؟ نفهم من الكلام كده. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا سلام بن سليم عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت
دخلت أسماء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ قال: تأخذ سدرها وماءها. والسدر ده كان شجر النبق، أصلا السدر شجر النبق، وكانوا بياخدوا منه إيه؟ منظفات، حاجات ينظفوا بها، يعني الوقت حل محلها الصابون، حل محلها الشامبو، البودي شاور، كل الحاجات دي، الحاجات اللي هي وسائل التنظيف يعني. قالت: تأخذ سدرها وماءها فتوضأ يعني تغسل، ثم تغسل رأسها وتدلكه حتى يبلغ الماء وصول شعرها، ثم تفيض على جسدها، ثم تأخذ فرصتها فتطهر بها. الفرصة دي عبارة عن قطعة من القطن أو الصوف تدخلها في الفرج إن كانت سيدة يعني وليست إيه عذراء، سيدة، علشان تتتبع أثر الدم الداخل الفرج، لأنه بيبقى له رائحة كريهة، ثم ما تمسح الدم الداخل إيه تقوم إيه تضيع الرائحة الكريهة بتاع أثر الدم اللي استمر ينزل فترة الحيض. وساعات تحط فيها نقطة مسك ممسكة، بس مسك طبيعي، لكن لو حطت مسك بتاع اليومين دول ده مش طبيعي، ده يلهلبها، يجي لها التهاب، اوعى تعمله. تيجي تقرا بقى انه كانوا بيحطوا فرصه ممسكه تجيب لك ازازه المسك تحط منها تقعد تتعالج فيها مده، لان المسك الطبيعي ده دلوقتي نادر وغالي جدا. اللي بتشوفه ده في السوق ده كله مسك صناعي فيلهب الجلد احيانا، فما تنفعش تستعمله. ثم تأخذ فرصتها فتطهر بها، يعني تتتبع آثار الدم في فرجها، هذه معنى فتطهر بها. قالت: يا رسول الله، كيف أتطهر بها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستحي، مش زينا كده دكاترة كده بجحة نتكلم نقول أي كلام، والجراحين دول أصلهم بجحة جدا. لكن على أي حال الرسول بقى يعني مش عايز يقول لها تتتبعي اثر الدم داخل الفرج، وهي بقى اخت زوجته وامراه يعني برضه محرجه. فبتسال الرسول: كيف اتطهر بها يا رسول الله؟ ستنا عائشه لاحظت ان وجه النبي تغير، مش عايز يتكلم بوضوح، هي المفروض تفهم بقى. قالت: يا رسول الله، كيف اتطهر بها؟ قالت عائشه: فعرفت الذي يكني عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لها: تتبعين بها اثار الدم؟ دي لباقه السيده عائشه، خالت عن النبي صلى الله عليه وسلم المعنى، وراحت صاغته في صيغه لطيفه وخلاص، وريحت الرسول صلى الله عليه وسلم انه ما يقولش كلمه تجرح اي مشاعر اللي قدامه او يكون فيها يعني فحش من القول، لان النبي ما كانش يحب ايه يجهر بالكلام الفاحش او الكلام البذيء ويكني عن العوره والحاجات دي كلها. كان طريقة النبي كده لطيفة جميلة. وعن أبي قال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال: أخبرنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفة، وقالت: دخلت امرأة منهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه إلا أنه قال: فرصة ممسكة، يعني عليها مسك. ما كانش المسك أيام النبي إلا طبيعي، ما كانش أيام النبي لسه المسك الصناعي اتعمل، فكان كل المسك طبيعي. قال: فرصة ممسكة. قال مسدد: كان أبو عوانة يقول فرصة، وكان أبو الأحوص يقول قرصة بالقاف، هي فرصة طبعا، واللي قالها قرصة ده تصحيف صحفي. وعن أبي قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: أخبر أبي عن شعبة عن إبراهيم يعني بن المهاجر ابن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء رضي الله عنها أخت ستنا عائشة، أسماء بنت أبي بكر أختها لأبيها، أختها لأبيها مش شقيقة، أختها لأبيها، ستنا أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين رضي الله عنها وأرضاه وعن أبيها، سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه، قال: فرصة
ممسكة. كانت متجوزة من ستنا أسماء ابن عمة النبي اللي هو سيدنا الزبير بن العوام، مش كده برضه؟ أنجبت بقى عبد الله وعروة بن الزبير، أنجبت له يعني فرسان كبار أقوياء. كان سيدنا الزبير كان فارس مغوار وشجاع، وكان يعني كثير الغيرة على النساء وعلى العرض وعلى الدين، وكان كريم، كانش حد يطلب منه حاجة إلا ويدينه. عشان كده كان الرسول يقول للرسول: لا يصلحني إلا المال الكثير يا رسول الله. طبيعته كده، ما بيحبش حد يطلب منه حاجة وما يديلوش. فكانوا يعني أكابر رضي الله عنهم جميعا، نفعنا الله بهم. قال: فرصة ممسكة. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله، تطهري بها. شوف مش عايز يقول لها برضه سبحان الله، يعني تعجب بقى، انت مش فاهمه. كل الستات عارفه لان بيقول لها سبحان الله، يعني شيء عجيب قوي بقى، انت مش عارفه الحكايه دي. شفت جمال النبي بقى في طريقه ايه الفاظه معاه. قال: سبحان الله، تطهري بها واستتري بثوب. وزاد: وسالته عن الغسل من الجنابه، فقال: تاخذين ماءك فتطهرين احسن الطهور وابلغه، ثم تصبين على رأسك الماء، ثم تدلكينه حتى يبلغ شؤون رأسك. شؤون رأسك يعني أصول الشعر. ثم تفيضين عليك الماء. قال: وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين ويتفقهن فيه. وكده بقى ندخل على باب التيمم من الغد ان شاء الله، موضوع جديد بقى. يبقى احنا كده تقريبا خلصنا الاحداث، سواء كان حدث اصغر او حدث اكبر او حدث ايه اوسط، خلصناهم. وخلصنا النجاسات، وخلصنا الاستنجاء كده برضو، وخلصنا صفة الوضوء وكيف نتوضأ وموجبات الوضوء والغسل وكيفية الغسل. كل ده خلصناه الحمد لله في الأبواب السابقة. بقي ما كان بدلا عن الغسل والوضوء. ايه البدل بقى عن الغسل والوضوء بعد ما فهمت الغسل والوضوء؟ والغسل والوضوء يحتاج الماء. طب اذا فقد الماء، ما الحل؟ يجي لك باب التيمم. شفت ترتيب الفقهاء والعلماء كانوا ما يرتبوا التصنيف، كان يرتب التصنيف بتاعه بالأولويات الأول، وإذا انتهى من الأولويات يأتي بالبدائل. دي طريقة برضو عقلية، يعني مخ مرتب. يقول لك البيكون هو اللي أدخل المنهج العلمي في التأليف، وقال لك لازم نحدد الأول المصادر، ونحدد الأهداف البحث، ونحدد خطة البحث. عشان بيكون بيعمل إيه؟ بيكون قال الكلام ده من 200 سنة. المسلمين من 1400 سنة كان مخهم منظم أكتر من بيكون. يقول لك بس المسلمين ما عندهمش خطة بحث، بيكون هو اللي عمل. بيكون ايه بتاع بيكون انت؟ لأنه ما قروش كتب المسلمين. اللي انبهروا بالحضارة الغربية من مثقفي المسلمين في العصر الحديث لم يقرأوا كتب السلف الصالح أصلا. تعلموا في مدارس أجنبية من الصغر، ولما كبر راح أوروبا، وتصور إن بيكون ده وإن الأوروبيين هم اللي اكتشفوا العلوم واكتشفوا ونظموا عقليات الناس، في حين إن هو خلف وراءه ميراث عظيم من أجداده وأجداد أجداده وأبائه إلى الصحابة إلى رسول الله، إنه هو ده العقلية المرتبة حقيقية. إن الكلام اللي بيقوله بيكون ده يقوله طفل صغير بالنسبة لعلماء المسلمين اللي وبهر أوروبا وقال لك عمل النظام الجديد للبحث العلمي. اقعد اقرا كده كتاب زي سنن أبي داود، زي سنن الترمذي، زي صحيح البخاري، تقرا تعرف إن في منهج بحث وخطة بحث، وإن كل حاجة مرتبة، وإن في أولويات وبدائل وحلول ومشاكل ومناقشات. كل ده موجود عند المسلمين، مش بيألف أي حاجة وبيجمع أي حاجة، لا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يحببنا في ميراثنا، وأن نستفيد به على الوجه الأكمل، وأن نطبقه على حياتنا بالصورة التي ترضي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، يسر امورنا، وسهل قلوبنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، ووفقنا يا رب وسائر المسلمين.
لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبيك وملك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبيك وملك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبيك وملك وسلم. عبد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.